قلت طبيب كبير، اللي يحب أجيب اسم الطبيب هم أجيبه، طبيب كبير في كربلاء وبدرجة عالية من العلم، سوى بحث على الكيشوانية، قال هاي الحذاء اللي باب حرم الحسين عجيبة، نجي نفحصها ما بيها ميكروبات، ناخذها مسافة عن كربلاء 22 كيلو تطلع كل الميكروبات، نردها تختفي الميكروبات. شا واحد بس كورونا خلتكم تصيرون بغير حال؟ كافي. وجيب مريض هسه خلنا نوسه بحلقه اذا يحب الحسين، واقول له فنك تعدي. لا الدور احكي غير حكي، خلي الحسين وامير المؤمنين باحترامه وهيبته، لا قسما بالحسين اسمعكم اللي ما يليق ان تسمعونه. كمامة من حقك تلبسها وين ما كان، بس من طبل الحرم عيب لا تتنقب. أنا خاف لا تنتهي الفتنة بعد أيام بأبسط عقاري اكتشفه واحد كافر، وصير الإنسانية مدينة إله وما صرت مدينة للحسين نخلصك. أكثر من هيك حكي صراحة بعد ما